فات فينا نتنقوز؟ 1 2 3 4 الله 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 ما شاء الله ما أحلاكي. شو اسمك؟ نور قمر. نور انت من احلى الاصوات. شكرا. واحنا نتشرف بوجودك على هذا المسرح، والمسرح شوفي كيف معاكي كيف منسجم، في انسجام كثير حلو. وانت اختاريتي من اصعب 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 الاغاني. انا اكثر اغاني بحبهم الطربيه، ما بغني الجديد. انت من وين جايه؟ من الكوكب هيدا ولا محل تاني؟ من تونس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. قد ايه عمرك؟ 12. عم تدرسي غنى؟ عم تدرسي موسيقى؟ لا انا ما بعرف ولا شيء في الغنى. طب وكيف حفظتي الغنيه؟ اول مره سمعتها بذا فويس. بص يا نور، تعرفي ان انا بحبك من زمان، يعني مش انا غنيت لك يا نور عيني؟ حتين نحبك زيادة. اخترته خلاص ولا بعد ما حكيت؟ نور اسمعي اسمعي اسمعي، ما يضحك عليك. هو كل البنات اللي يجوا على فكرة لكل المواهب اللي بيجوا. شو انت قلتي بتحبيني؟ وانا قلت هدربك احسن واحد. انا بحبكم الثلاث. معلش بس انا هدربك احسن واحد. لا 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 يلا ادرب احسن واحد انت. لا فين الخبره؟ فين الخبره؟ ما تيجي تقعد جنبي يا تامر، ما تفكريش في اي حاجه غيري. ما تيجي تقعد جنبي. اوكي. انا مش بس رح دربك منيح، كمان رح نشتغل على التياب والستايل، ورح احنا حنمثل مع بعض، هنعمل فيلم غنائي استعراضي كل شيء. رح اختار شكواك.
قبل الفاصل، المنافسة على أوجها بين المدربين لأقنع نور باختياره. كاظم، تامر ونانسي صعبوا عليها المهمة، وهلأ صار وقت إنه هي تختار. رح اختار كاظم الساهر. وعود نانسي وتامر بالموضة والتمثيل ما لقيت أي تجاوب عن نور اللي اقتنعت بأسلوب كاظم. حعارف فيك يا حعارف فيك. تحدث نفسها أنه تغني هذا العمل الكبير لأم كلثوم بها الطريقة الحلوة، ففعلا تستحق أنه أحارب فيها أنا. خلص أنا بقول لك من هلأ أنت الربحان.